قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد زيارة العمل والأخوة التي أجراها لبلده الثاني مصر. شهدت الزيارة اتفاق الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، وعكست تطابق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد زيارة العمل والأخوة التي أجراها لبلده الثاني مصر. وشهدت اتفاق الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر.